للفريق الآخر، والفريق الآخر يقدمه في اليوم التالي، يقدمه في اليوم التالي مخلوط بالنجاسة. يا اخ عادل لو سمحت اعطيني مكمل، لو سمحت يا اخ عادل اعطيني مكمل، انا مش فاهم الكلام هذا، وتفضلنا اكثر المشاهدين ما فاهمين اي حاجه. الاخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير. يا مرحبا. حقيقه انا بتكلم في ثلاث نقاط بشكل سريع. تفضل. بالنسبه لسب الصحابه رضوان الله عليهم جميعا، طبعا في حديث بما معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سب صحابتي فقد سبني ومن سبني فقد كفر. فهذا شيء أرجو من الأخوة الشيعة أن يوضحوا وجهة نظرهم اتجاه الشيء هذا. الشيء الثاني بالنسبة لتحريف القرآن الكريم، كيف حرف القرآن الكريم الله قد تكفل بحفظه، وهو قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألا يكفي أن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن؟ وهذا دليل على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تحريفه من أي إنسان كان. الشيء الثالث أو النقطة الثالثة اللي أبغى أتكلم عنها، أن الأخوة الشيعة يتكلمون عن الوهابية، دائما يقول أنت وهابي أنت وهابي، والوهابية ليست مذهب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هو مجدد للدعوة، مجدد للدين، ظهر في وقت كانت فيه الخرافات والبدع منتشرة في الجزيرة العربية بشكل كبير، وأصبحت لدى الناس تعتبر حجر أساس، فظهر وجدد الدين ولم يغير ولم يبتدع ولم يدخل في الدين شيء جديد أو يدخل شيء جديد في الدين نهائيا، وكل الكتب وكل الحقائق تدل على ذلك. طيب. وشكرا للجميع. شكرا جزيلا. نحن الأخ عبد الرحمن من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أخ عبد الرحمن مرحب بك. السلام عليكم. يا هلا بيك. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بس أبغى أشكر الدكتور التجاري والدكتور النجدي. نعم. لأني كنت أعرف سابقا نعم حماقة الشيعة وغلطهم، ولكن الآن تأكدت من ذلك في أمان الله. طيب ناخذ الاتصال. طيب في زحمة شديدة على الاتصالات، والأخوة ما قادرين يعني to cope with it. ما أنا عارف شايفه يعني التلفات كلها. أنا بسأله من معه لو سمحت. تفضل المكالمة هذه من الرياض. مرحبا يا أخي. ألو مساء الخير. مساء الخير، من معي؟ مها محمد من الرياض من المملكة العربية السعودية. مها محمد من الرياض. أيوه ماشي. لو سمحت أنا أبغى أسألك أنت شخصيا إذا تكرمت، لما أقمت البرنامج هذا إيش هي الأسباب، يعني إيش حيفيد المسلمين في الوقت اللي إحنا فيه، سواء كانوا شيعة أو سنة أو يعني ما يكون، مثلا المسلمين بكل مذاهبهم. سامعني؟ سامع كويس. ألو؟ أيوه. زي الوقت اللي احنا عايشينه الحين، اعدائنا يعني يحاولون يدمرون اي شيء سواء شيعي او سني. نعم. ابغى اسمع الاجابه قبل ما اسكر منك شخصيا، لاني ابغى اسال الضيوف كمان سؤال. وانا يعني ما انا ممكن اجاوب معاهم بعدين، انا قلت لهم يجاوبوا هم كلهم بعدين، لكن على كل لا انا اسالك انت شخصيا، انا اسال حضرتك شخصيا، انت اكيد صاحب يعني مع المعد او اللي اديت الفكره، يعني في زمن زي هذا الزمن الآن يعني مقدسات الإسلام ستدمر سواء للسنة أو للشيعة. طب إذا تبغى تجاوب بعد أنا ما أسكر أوكي أنا أكمل. السؤال الثاني الدكتور التيجاني، يعني أنا أخذ عليه حاجة بسيطة، أنه لما أحد يكلمه أو حتى من الفريق البلوشي والخميس أجد أنه يرد بضحكات يعني باستهزاء، ما فيها منطق ما فيها حجة قوية. يعني أنا سنية بس أنا أحترم الشيعي إذا تكلم بالعقل والمنطق علشان أقدر أحاوره، ومش يكون بأسلوب يعني ضحكة الاستهزاء اللي هي يعني ممكن تستخدم بصفة شخصية بين أصدقاء خارج مواضيع حساسة وخطيرة زي اللي إحنا فيها الحين. أرجو ما يتقبل هذه الملاحظة. بس النقطة الثالثة اللي هي أبغى أسأل الشيعة عموماً،
يعني الحين أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الناس ماتوا من يعني من زمان زمان. إحنا يعني العرف والخلق يأبى إنك أنت، ما أقول الدين لوحدها، العرف والخلق يأبى إنك أنت تشتم بلفظ بذي إنسان الله خلقه على الأرض مسلم أو كافر. فكيف هم يتحملوا إنهم هم يسيئوا الإنسان لا أسألهم لا أذاهم لا قتلهم؟ يعني رضي الله عنهم إن أصابوا وإن أخطأوا غفر الله لهم، هذا اللي إحنا نقوله. وعلي وعثمان بنفقد يعني أهمية أبو بكر وعمر عند المسلمين كلهم، فليش هم يحملون على أبو بكر وعمر اللي ممكن يجرحوا مشاعر السنة فيها، بينما إحنا علي وعثمان يعني عندنا بنفس قدسية، إذا كان يجوز إن الواحد يقول قدسية أبو بكر وعمر. وبعدين الرسول، أنا واثقة إنه هذيك الأيام الناس لما يكونوا مجتمعين على مبدأ، سواء كانوا صحابة أو أي شيء، دائما الرواد في الشيء أو أصحاب الدعوة ما تكون بينهم الأمور الصغيرة اللي يجوا التابعين لهم فيما بعد ويحاولوا يثيروها يعني ليش أنا أنت تحرق دمك وأعصابك على شخص ما أسألك ما أذاك؟ أنا أفهم طيب، أنه أنا أكره. واضحة الفكرة؟ النقطة هذه واضحة. انت سالتي ثلاث اسئله، بعطيك سؤال اخير لك. انت حسب رايك، يعني بعد ما شاركتي وسالتي الاخوان عن الاسئله دي كلها، انت حسب رايك انه لا جدوى من طرح هذه الموضوعات ومناقشتها؟ والله يا عزيزي في الزمن اللي احنا عايشينه اعتقد انه العربي عموما كان مسلم او مسيحي لازم يبتعد عن هذه الامور. لكم دينكم ولنا ديننا. فيه اعتبارات موجوده في الحياه الان حتسحقني تسحقك، فلازم تكون المصلح موجودة واحترام المذاهب والأديان الله اللي بيحاسب عليه. يعني لا أنا يعني هذه بس تصير تشتيت وفرقة في الإسلام وتضيع يعني الشباب الأمة الإسلامية من المغرب إلى البحرين. شكرا، رأيك وصل، رأيك وصل واضح. شكرا لك. أخ منير من البحرين تفضل. ألو. يا هلا بك يا أستاذ منير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا أخي محمد. يا هلا بيك، شرفت. أنا أهني أبو الزهراء على هذا الموقف وعلى المشاركة ضد بلوشي وضد هذا الشخص الثاني معاه، وأقول لهم هنيئا لكم، وإحنا حاطين أملنا بالله بكم. صراحة هذين الاثنين يقولون ان يسبون احنا الشيعة، يعني انسب عمر وانسب ابو بكر وانسب هؤلاء الجماعة من الاصحاب، واحنا صراحة كشيعة في البحرين بعد سنة اخوان وجماعة واحدة. وانا اقول حسب كلام الاخ الثاني اللي يتكلم لي انه يقول احنا بصفتنا يعني ما نمثل الامام علي على عمر، احنا بالعكس احنا متورين بالله البيت محمد. وانا اقول للبلوشي يجب عليك انت ان ما تسب الامام علي ولا تهين كرامة الامام علي بن ابي طالب، ولا تتوقع ان احنا ما نعرف حقيقة جميع الشيعة وجميع الناس وحتى من اصحاب السنة يعرفون حقيقة البلوشي. واشكركم وفمان الله. طيب شكرا جزيلا لك الأخ، شكرا لك وكل أهل البحرين والرسائل الجميلة اللي وصلت منهم شيعة وسنة. الأخ محمد عبد الله من المملكة تفضل. أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا أخي. شرفت، مرحبا بك. كيف حالكم؟ الحمد لله. نشكر لكم جهودكم. الله يسلمك. يا أخي الفاضل، أنا أريد أن ألخص الكلام في نقاط. تفضل. حتى لا يطول الكلام. تفضل. أولا أقول لا يهمنا أن يعترف النجدي أو التيجاني بأنهم على باطل أو على حق. الذي يهمنا جميعا هو ما هو الحق الذي سنسأل عنه أمام الله عز وجل. الأمر الآخر، ليست العبرة بالزعم الكاذب، ليست العبرة بمجرد الانتساب إلى آل البيت. وأنا أقول لكل المنتسبين إلى آل البيت، الجعفرية يقولون نحن على مذهب آل البيت، ويستدلون بروايات متواترة عن المعصومين، والإسماعيلية كذلك. نعم نعم. الإسماعيلية كذلك يقولون نحن على مذهب آل البيت، ويقولون عندنا روايات عن المعصومين. من نصدق، الجعفرية أو الإسماعيلية أو النصيرية أو غيرهم؟ الادعاء كل يستطيعه، لكن الحق إنما هو مع من يتبع القرآن.
الأئمة عليهم السلام أمروا بعرض الروايات على القرآن، لا القرآن على الروايات، كما قال موسى الكاظم رحمه الله: لا تقبلوا علينا خلاف القرآن. وهذا في رجال الكشي صفحة 196. وأنا أقول التناقض دليل البطلان، وأضرب أمثلة يسيرة. أولا، الشيعة يقولون مذهبنا هو مذهب موافق للقرآن، وأنا أسأل: الخمس أوجبه الله في آية واحدة في أخذه غنيمة من الكفار، ولم يوجب على المسلمين إلا الزكاة، لكن لماذا الشيعة يوجبون الخمس على أتباعهم؟ هذا من المصالح السياسية ومن فوائد الانتساب إلى آل البيت ونسبة الروايات المكذوبة عليهم. ولا يمكن أن تتخيل كثرة الكذب على آل البيت. يعني أحد رواة الشيعة وهو المغيرة بن سعيد يقول: دسست في أخباركم أخبارا كثيرة تقرب من 100,000. هذا واحد كذب 100,000، وهذا في تنقيح المقال الجزء الأول صفحة 174. هذا واحد، فكيف بغيره؟ أيضا أقول أخي الفاضل، الشيعة يقولون نقر بالقرآن، والقرآن يقول: وأزواجه أمهاتهم. الله عز وجل ما استثنى أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الشيعة، هل يعتبرون أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة أمهات لهم، أم هم ليسوا من المؤمنين ليناقشوا أنفسهم؟ ثم أيضا أقول، الشيعة يقولون لا يمكن للكافر أن يتزوج مؤمنة، أليس كذلك؟ إذن كيف يزوج علي ابنته لعمر؟ وهذا ورد فيه أحاديث في الكافي، 4 أحاديث، والمجلسي في مرآة العقول قال عن هذه الأحاديث بأن الحديثين الأولين درجتهما حسن، والثاني موثق، والرابع صحيح. فلو كان عمر مرتدا هل سيزوجه علي رضي الله عنه؟ وأيضا أقول، الشيعة يقولون عمر ضرب فاطمة، وعمر فعل وفعل وفعل، ثم يقولون بأن علي شجاع، وأنه ضرب الأرض بسيفه وشقها، وأنه من قصص كثيرة جدا يعرفها صغار الشيعة قبل كبارهم، كقولهم أن حمل باب خيبر بيد واحدة. وأنا أسأل، هل يمكن أن نجمع الشجاعة والجبن في رجل واحد؟ هذا يدل على تفاهة هذه القصص وكذبها. طيب، على عمر وعلى أبي بكر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. طيب أخي، شكرا لملاحظاتك، شكرا، الوقت ضيق، أشكرك على اتصالك أنت وكل السادة المشاهدين. الأخ الهاشمي القرشي من جدة أظن، تفضل، مرحب بك. السلام عليكم يا ابن العم. أهلا وسهلا بك، وعليكم السلام ورحمة الله، وإن شاء الله بشريفنا في أرض الحجاج، أرض الإيمان، ونطعمك إن شاء الله من تمر الغوثان والبرحي والبرني والعجوة. خلاص، راح نجيب لك الدقلة التونسية نجيبها معنا. أوكي، متفقين. أقول أشكرك يا أخي أولا، وهذه الحوارات أعتقد أنها تبين الحق للمثقف العربي الذي يريد الحقيقة. أما قول الأخت مها أن هذه تثير الخلاف، فالخلاف تثيره القنوات الأخرى التي لها أموال طائلة تتكلم أو تدفع لها لتتكلم بعقيدتها. ثم أريد أن أشكر التيجاني، تسمعني يا تيجاني؟ أيوة أسمعك، جزاك الله خير. شكرا خاصا لك، والشكر الخاص لك لأنك كنت أجرأ المتقين. المتقون هنا ليسوا الذين يتخذون وقاية من عذاب الله، ولكنهم هم الذين لبسوا مسوح الضأن على قلوب الذئاب، فأنت كنت أصرحهم، فشكرا لك. فقد صرحت بانقلاب الصحابة على أدبارهم وأنهم كفروا وارتدوا، وأنا أسألك وأسأل الإخوان والشيعة في العالم، وأنا من آل البيت ومن أحفاد موسى الكاظم، والشيعة ينزلون في بيتنا في الحجاز مدة 300 عام، أسألك وأسألهم: هل يوصف الله بالحكمة في التدبير؟ وهل الله لطيف بعباده؟ لا أظن أحدا يقول غير ذلك، ولا حتى اليهود ولا النصارى. وعندها أسأل قائلا: كيف يبعث الله نبيا طاهرا خاتما للأنبياء، دينه يهيمن على كل الأديان قبله، ويتعب هذا النبي ويجهد ويشتم ويضرب ويقذف، يقذفه المنافقون، وخط تحت كلمة المنافقين يقذفونه في زوجته، فيستدل الله عليهم بالعقل والحجة، فيقول لهم: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم هو الجنة. كيف تكون امرأة بشرت بالجنة؟ تقول كتب الشيعة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إنها عائشة. هل يعقل أن هذا النبي يكافى بعد جهاد لمدة ربع قرن، يكافى
والله العدل اللطيف الخبير الحكيم يكافئه بأن يسلط على ذريته بل وعلى دينه، وهذا أعظم، أناس المنافقين ليسوا 10 ولا 20 بل كلهم يقال عنهم أنهم منافقون إلا ما تعد أصابع اليدين. هل يعقل هذا في حكمة الله؟ وهل يعقل في حكمة الله أن الله يدع الأمم كلها، العالم كله يتخبطون، ويدع العالم والكون يتخبط ضائع تائه، لأن هذا الكون والعالم لا ليس له الإمام الذي يعلم أسراره فإنه غائب في السرداب؟ وهل يعقل أن عليا الذي غار على فاطمة والتي كانت تأكل مرة من المرات تفاحة، فأخذت التفاحة وأعطتها إلى عبد عندها، فأخذ التفاحة من يدها علي ورماها بالأرض، هذا الغيور القرشي الفحل البطل، هل يعقل رضي الله عنه وفداه أبي وأمي، هل يعقل أنه يترك فرج امرأة ابنته أم كلثوم يغتصبها عمر كما ينقل عن الإمام الصادق جدنا رحمة الله عليه؟ أنا أقول إن أي عقل صحيح يأبى تلاعب الشيعة بفروج البنات الصغيرات في سن 7 كما فعل الخميني، وإن أي عقل صحيح ينفي ما يقوله الخميني والكتاب أماني في كتابه كشف الأسرار، يقول إن العدل لم يقوم ولا على يد الأنبياء ولا المرسلين، ولم يقم أبدا حتى يخرج المهدي ويقيم هذا العدل، أي عقل يقبله؟ أي عقل يقبل هذا الكلام؟ أخيرا أقول يا سادتي، هذا دين لا يتبعه عاقل، ونحن آل البيت الأشراف والسادة بالحجاز واليمن نتبرأ من كل من يضلل هؤلاء الشيعة الذين أحبونا والذين كانوا ينزلون عندنا، هؤلاء يحبون الرئاسة والشهرة والمناصب والخمس، الذي لا يذهب إليك يا هاشمي وأنت من آل البيت ولا يأتي إلى آل البيت في اليمن وغيرها ومن ضعفاء فقراء، أقول يا شيعة العالم أدعوكم بكلمة واحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، القرآن كله كتاب التفكر والتأمل والتدبر، فلماذا تسلم عقولكم وأنتم الأطباء والعلماء والمهندسون والمثقفون عندما يأتي أمر الدين تسلمون عقولكم إلى أناس يبيعون فروج بناتكم لشهواتهم ويركبون أفضل السيارات في الحوزات ويضيعون دين الله؟ إنني أتلو عليكم آية واحدة. واختم بها يا أخي، واختم بها، واختم بها يا أخي، أرجوك اختم بها، الله يرضى عليك. ما أسمعك. اختم بالآية التي تريد أن تريدها على المشاهدين. أريد أن أقرأها عليكم. يقول الله عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هجوا أولئك لهم عذاب مهين، من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا، ما كسبوا أقول من الدنيا والجاه والشرف، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم، هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مرج أليم. الله الله يا شيعة الإسلام، يا شيعة الحق، اتبعوا أهل الحق. وأنا أقول للبلوشي وللتيجاني، إن كنت يا تيجاني تدعو للوحدة فأنا وآل البيت أول من يدعو للوحدة، الوحدة بين أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، الوحدة بين الكتاب والسنة وبين المسلمين، أول من قتل الحسين وعذبه هو أهل الكوفة، ممن أنتم أحفادهم وممن أنتم تتبعونه. أخيرا يا هاشمي، هم يعيرون أخانا البلوشي أنه فارسي، والنبي قال لسلمان: سلمان منا أهل البيت، وقال: لو كان الإسلام، لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس، ووضع يده على سلمان. وأنا أتكلم مرة أخرى باسم أهل البيت وأقول: مستعد أن نأتي على حسابنا ونقبل رأس هذا البلوشي جزاء ما دافع عن مذهب أهل البيت حقا. شكرا. ونقبل رأس الخميس، الخميس في لغة العرب هو الجيش، ونتحدى نصر الله وفضل الله وخامنئي أن يأتوا لمناظرة أهل السنة من أهل البيت، بل ويأتوا للمباهلة، وسنقدم عليهم خميسنا ودمشقيتنا، وإن شاء الله تعالى لن يثبتوا أمام هذا الخميس. أسأل الله أن يهدي الجميع للخير والصلاح والتقوى، وأن يوحدنا على ملة أبي القاسم، وأن يوحدنا على ملة أهل البيت الذين مشوا على طريقة أبي بكر وعمر. أخيرا أطلب من البلوشي والإخوان
أن يتصلوا بنا، لأننا نريد أن نتصل بهم ونتعاون معهم، والله المسؤول أن يهدي الجميع. وشكرا ألف شكر لك يا ابن العم الهاشمي، والسلام عليكم وعلى المسلمين ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الأخ أبو حسين من لندن، تفضل أخ أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ يا هلا بيك. الله يعطيكم العافية. يا مرحب يا أبو حسين. بس بغي أنا أتكلم شوية عن الشيخ عثمان الخميس. نعم. وبالنسبة للروايات اللي وايد استشهد فيها. نعم. فيها وايد من التدليس وروايات ما تصلح عند الشيعة عموما. نعم. فأولها أن الشيخ عثمان الخميس ذكر رواية الطوسي عن أبي عبد الله، زين، وهي عن عامر بن الصمت عن أبي عبد الله أن رجلا من المنافقين مات، فخرج الحسين بن علي عليه السلام يمشي معه إلى آخر الرواية. وفيها أن الحسين عليه السلام قال: اللهم لعن فلانا فلانا عبدك ألف لعنة، مؤتلفة غير مختلفة. المهم أن هالرواية الشيخ عثمان نقلها عن الطوسي، والطوسي ينقلها عن الشيخ محمد بن يعقوب. وبنفس الرواية علامة المجلسي، الرواية مذكورة بالكافي، والعلامة المجلسي يذكر عنها أنها مجهولة لأن عامر بن الصمت مجهول. المفروض أن مثل الشيخ عثمان الخميس يذكر هالأشياء قبل ما يستشهد علينا بأي رواية، لازم يقول هالرواية هل هي صحيحة أو لا. وهو ما يقول أن إحنا نحتاج عليه برواية، كل ما نقول له شيء يقول كذب يقول كذب يقول كذب. الرواية اللي أمس وأمس أنكر أن في أن عمر بن الخطاب قال اقتلوا سعدا، والرواية اقتلوا سعدا موجودة في فتح الباري، ذكرها ابن حجر عن موسى بن عقبة وقال وفيها اقتلوا سعدا قتله الله. هذه واحدة. بالنسبة للروايات الثانية، نعم، في عند رواية ثانية عفوا والله ماني المهم احنا المهم انت تقول الشيخ عثمان الخميس ما استشهد بروايات صحيحة، ده خلاصة الامر يعني. لا عفوا، لا هم وايدين يقولون، حتى البلوشي البلوشي عفوا خلينا نتكلم، البلوشي يقول سيدنا علي يقول في كتاب الغارات ويقصد ان فمشيت الى ابو بكر فبايعت وانهض في تلك الامة، وما ذكر بنفس الخطبة امام علي عليه السلام يقول فلما مضى لسبيله صلى الله عليه واله تنازع المسلمون من بعده، فوالله شوف اسمع امام علي شي يقول فوالله ما كان يلقي في روعي ولا يخطر على بالي ان العرب تعدل هذا الامر بعد محمد عن اهل بيته او انهم منحوا عني عن بعده. يقول فامسكت بيدي ورأيت اني احق بمقام رسول الله وآله الى اخره، لما فمشيت عند ذلك، يعني امام علي عليه السلام كان يقول لما انا شفت ان الاسلام في خطر فمشيت عند ذلك الى ابي بكر فبايعت ونهض في تلك الاحداث. فالمفروض بلوشي يذكر هالاشياء، لا يدلس في كلامه. هذه واحده. الثانيه، هذه الثالثه ولا الرابعه يا ابو حسين؟ لا مو انا عندي وايد ملفات للاسف، يعني الغالب الوقت. هاي تفضل يا ابو حسين كمل. لا خليه يتكلم كما تكلم اللي قبله. تكلم كما عندي واحد جاي من قمع الخط. الاول تكلم ربع ساعه و20 دقيقه ما يشتم فينا ويسب فينا. تلاحظ بعد شويه انه عدد الشيعه المتكلمين اكثر من عدد السنه. انت يا اخي محمد عندي على الخط لسته من الناس مازالوا متغيرين من قمه وغيرها. اي اخوي ايوه يا اخي سنتين بس. نعم. ذكر بلوشي عن ابن الحديد يقول شوف هو نسب المصدر حق ابن ابي الحديد. يقول وان نرى ابا بكر احق الناس بها انه لصاحب الغار، ولكن ابن ابي الحديد ينقل في الحقيقه عن ابو بكر الجوهري. وقال ابو بكر احمد بن عبد العزيز واخبرنا ابو زيد عمر بن شبه، يعني حدثنا ابراهيم ابن المنذر. يعني الروايه روايه سنيه نقلها ابن ابي الحديد، وكان المفروض يقول البلوشي قبل ما يدلس على المشاهدين ويلبس عليهم يقول هالمصدر في ابن ابي الحديد، كان المفروض يقول ان الروايه منقوله عن شو اسمه عن عمر في تاريخ المدينه، هالمفروض لازم يقولها. وايضا البلوشي يقول عن الحاكم يقول ان عليا والزبير تاخرا عن بيعه، وشيخ عثمان الخميس يستدل برواية الباهقي اللي مروية عن اثنين عن بندار وعن شو اسمه عن جعفر بن شاكر، والاثنين يروون عن داود ابن ابي الهند مضطرب اللي امام احمد قال فيه مضطرب ويختلف كثيرا معناه. زين
يقولون ان امام علي بايع في اول يوم او ثاني يوم. والبلوشي الحين يقول عن الحاكم ان علي والزبير تاخر عن بيعه ابي بكر الى اخر الروايه، اثنانهم متناقضين. ما يصير يا عم هو تاخر عن البيعه يا عم انه بايع اول يوم. طيب اخي الكريم، الف شكر لك. وعاوز اقول الاخ ابو سميه من طهران ولا من قم ان الخط مش واضح الا اذا كان يتكرم علينا، احنا مستعدين نتكلم معاه اذا يعطينا رقم ثاني واضح ونظيف. اما الخط الاول احنا اسفين تكلمتنا امبارح وكلمتنا اليوم الخط مش واضح. طيب الاخ زيد من الجوف في المملكه العربيه السعوديه، مرحبا بك. مرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي الهاشمي. يا مرحبا. ونشكر لك حياديتك في البرنامج، معكم أخوكم زايد الرويلي من سكاك الجوف في المملكة العربية السعودية. يا أهلا بك وكل أهل الجوف. بالنسبة لهذا الموضوع وطرحه والقول بأنه يؤثر على الفتنة وتفرق المسلمين، كنا نردده من ضمن المرددين أو الببغاوات في الوقت السابق، لكن بعدما اتضح الشركيات ومذهب ودين الدين الآخر للقوم، نحمد الله بأن الله طيب لنا أمثال الشيخ البلوشي أسد السنة، وأنا أحييه عبر هذا المنبر، وهو الشيخ الخميس والدمشقية والشيخ رشيد عبد السلام المغربي. وأسأل الله العظيم في هذه الليلة المباركة أن يجمعنا بهم في جنات عدن، إنه سميع مجيب. وبالنسبة للتيجاني أشكرك شكرا كثيرا، أشكرك يا أخ تيجاني، مع أن كلمة أخ قليلة بحقك. يا أخ لحظة بس عدين تيجاني تفضل. أشكرك تيجاني لأنك فضحت القوم، لأنك لم تتقي مثلهم، لم تتقي كما اتقى البارحة الدكتور النجدي عندما قال النجدي إن الحديث الذي في البارحة بصحيح مسلم رقم 2204، وعندما يعطي كتاب صحيح مسلم أخذ نصف الحلقة بالبحث عن هذا الحديث، وأظنه في السرداب سقط والله أعلم. كذلك بينت لنا أن آلاف الأصول في الكافي مكذوبة، وهي حوالي تقريبا 3000 حديث من 3780 حديث. وشكرا لك. الإمام أسأل الشيعة أو الرافضة الإخوان، أسألهم الزكاة ذكرت كما قال الشيخ البلوشي 33 مرة في القرآن، الصلاة 136 مرة في القرآن، بينما الإمامة ولا مرة. كيف يحدث هذا الشيء؟ أيضا نشكر الأخ النجدي على سماعة الهاتف الموصلة مع أسياده في قم، ونشكر له شكرا كثيرا على الاتضاح والتدليس على في حديثه عندما قال أن الذي ذكره الشيخ الخميس عن محاجة كربلاء مع الكعبة، عندما قال أن هذا خطأ في الكتاب، ليس القبر بل القبلة، ليس القبر بل القبلة. عندما تكون حجة عليكم تقولون أخطاء، عندما تكون حجة عليكم تقولون أخطاء، بينما عندما تكون لنا حجة يصيح التيجاني ويقول هذا في البخاري ومسلم، واتضح كذبهم وتدريسهم الكثير. طيب. أتمنى من الشيخ البلوشي يا أخي الهاشمي، أتمنى من الشيخ البلوشي، وأسأل الله أن يجمعني به في جنات عدن، أتمنى منه وأطالب منه ببيان التوحيد، وهذا أهم شيء، أهم شيء ليس الإمامة، المتعة والتي يجوز فيها استئجار الفرج بحجة الزواج، زواج المتعة. وفي الأخير بالنسبة لتهديد الشيخ البلوشي عندما هددوه بالقتل، والله يا شيخ بلوشي إننا نضحي بأنفسنا فداء لك وفداء لهذا الإسلام وفداء لأبي بكر وعمر وعثمان وصحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم. وشكرا لكم. وشكرا. معايا الأخ أبو لؤلؤة من ميشيغان، لكن من ميشيغان يستنى شوية، وناخذ عبد الله ناصر من السعودية، وأمريكا خطها تليفونها يعني أرخص شوية من السعودية. الأخ عبد الله ناصر من المملكة، تفضل. الأخ عبد الله ناصر موجود؟ الأخ عبد الله ناصر ألو. السلام عليكم. أبو لؤلؤة من ميشيغان، تفضل يا أبو لؤلؤة. نعم أبو لؤلؤة، حياك الله أخي الفاضل وجزاك الله ألف خير، أحيي الدكتورين النجدي والتيجاني، وأسأل الله أن يثبتنا وإياهم ويرزقنا الشهادة. أريد أن أرد على الأخت الفاضلة التي تكلمت عند التوحيد عند أهل السنة والجماعة. أي توحيد هذا يدعي أن لله يدا ورجلا وأنه يمشي ويرقد ويهرول؟ نعم، فلنبدأ بالتوحيد ولنتمسك بالتوحيد.
عندما أقرأ في ميزان الاعتدال في الجزء الأول في الصفحة 593 عن إبراهيم بن أبي سويد وأسود بن عامر حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رأيت ربي جاعدا أمرد عليه حلة خضراء. ما شاء الله، أتريدون أن نعبد الله الذي ليس كمثله شيء، أم أن نعبد ربا له يد ورجل وتارة ينزل وتارة يصعد؟ أتريدون أن نحب الصحابة؟ إني والله أحب الصحابة وأترحم عليهم، لكن عندما الشيخ نعم معاوية سب علي بن أبي طالب، وعندما أقرأ في التاريخ أن معاوية قد قتل الصحابة كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن حمق الخزاعي وميثم التمار وغيرهم، لماذا لا تنظرون بعين العدل؟ أم هل يجب علينا أن نأخذ ديننا من كعب الأحبار وغيره؟ هناك حديث آخر، لماذا يدلس عثمان الخميس على الشيعة ويدعي أن حديث الحمار موجود فقط عند الشيعة؟ ألم يقرأ في البداية والنهاية في الجزء السادس حديث الحمار يعفور؟ أم أريدني أن أقرأه عليه؟ لماذا رمي الشيعة بتهم المتعة وغيرها؟ ألم يقرأ أن ابن القيم الجوزية قد شرع للمرأة أن تستدخل إكرمة في فرجها لتطفئ شهوتها، وللرجل أن ينكح بطيخة؟ هل هذا مما ملكت أيماننا أم ماذا؟ ألم يقرأ عن رضاعة الكبير؟ ألم يقرأ عن غير من هذه الفتاوى الفاضحة؟ لماذا التدليس ورمي الشيعة بهذه الأكاذيب؟ ألم يقرأوا في كتبهم ما تشيب منه الولدان؟ هذه طيب. أخي الفاضل مداخلتي، وأخيرا عندي سؤال يا أبو لولو، عندي سؤال لحظة يا أبو لولو، يا أستاذ أبو لولو، نعم قلت هذه مداخلته قبل أن تختم، عندي سؤال. أنت أبو لولو هل هو يعني تكني باسم من قتل الخليفة الثاني؟ طبعاً. أبو لولو وين الصوت بتاعه؟ يا أبو لولو تقص مرتين قبل مالي؟ وقت اللي كان يتكلم تقص عليه مرتين. لا المشكلة هو انكم اتصل بحاجة، لأنه يشوف على الانترنت، فالله أعلم من فين موجود على الخط. كلمه وترى كلمه وقوله شوف، اتصل وقوله تفضل يتكلم، احنا نسأل فيه. ما يروح هو طبعا هو قطع اسفين ابو لولو، ما قطعناك القط. خذ اذا كان حصلت مره ثانيه اتصل بي. الاخ عبد الله الناصر مرحب بك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا. يا هلا. الحقيقه اولا نشكركم على هذا اللقاء الواضح الصريح، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يهدي المتناظرين ومن وراءهم لطلب الحق. ألاحظ أن المسألة أصبحت مغالبة، مضاربة أطفال، صراخ، لماذا هذا كله؟ الذي ينبغي أن نكون طلاب حق، دليل بدليل، حجة بحجة، ندخل في النقاش يهرب يقول حزب الله الليلة عنده، نصر الله اليوم يقول لي، إذا سكتنا رجع إلى موضوع آخر، يقول لا نسب الصحابة، لعنة الله عليهم، أي كلام هذا؟ الشيعة معنا على الخط يتابعون، هل أنتم تلعنون أم لا؟ كذب في كذب، تقية في تقية، كيف نعرف الدين؟ تدعو يهودي، تدعو نصراني، ماذا تقول له؟ سبحان الله، نحن لم نفهم شيئا من كلام التجاني ولا صاحبه، ولكن أودي للتجاني كلمة بعد صراخ الأمس واللي قبله والتهرج، والصراخ يكون على قدر الألم بلا شك، نضيل كلمة سيد الخميني يقول إن الكلاب التي تنبح لا تعض، لا نريد الشتائم عفوا، لكن سمعتم كلام الأخ المتصل من على البيت؟ أين تذهب الأخماس؟ لمن؟ ماذا يعمل بها؟ أهل البيت فقراء مساكين مظلومون، الذين ظلموهم هم الشيعة، هم الرافضة. أما أئمة الشيعة الصادقون يا أخ هاشم والمستمعون فهم صادقون. أنت لو تضارب أبيك وعمك تشعل النار تزيدها حطبان؟ سبحان الله، أنت تود الإصلاح، ابدأ بالإصلاح من الأصل، أما أن تهد الأصل ثم تصلح الفرع فيسقط عليك المبنى ويخر عليك السقف. أولا الصحابة إخوة وجعلهم الله إخوانا،
وأثنى عليهم الله في كتابه، لكن مع الأسف هؤلاء يقولون القرآن محرم. معي؟ معك، احنا سمعينك. وإن كنت يقولون القرآن محرم، فإذا قلنا تقولون قالوا لا. نرجع بهم لألفي رواية في كتبهم، ماذا يقولون؟ يبدأون يحرفون بالمعاني. الله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق، يكذبون الله؟ لما خلقت بيدي، تكذبون الله؟ ويبقى وجه ربك، تكذبون الله؟ نحن نصفه بما وصف نفسه، أم نضع وصايا عليه؟ وضعت وصايا على الناس، يكفي سيادة، إمامة، مصائب، ثم تفرضون وصايا على النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يفعل وفعل؟ وحتى علي كتبه مخبأة ووراثته مخبأة والوصية المزعوم مخبأة والأخماس تخبأ، يكون تدفن تحت الأرض، ما أدري أي أرض في أي بلد، الله أعلم. كل شيء مخبأ في مخبأ، والدين مخبأ أيضا تقية. بالله عليكم، هل هذا دين؟ أخيرا نقول مثلا يحملون على الاتقاء على عوام خاتمي، على عوام الشيعة، ليس علينا نحن يا معشر الشيعة. التقية عليكم، أخشى أن يجركم إلى مجوسية. إي والله ربما يجرونكم إلى نيران فارس القديمة. لا لا، هذا لا يجوز. أدعو السنة والشيعة، عموم السنة عموم الشيعة، أدعوهم دعوة صادقة إلى الاتحاد على الحقيقة، بلا كذب، بلا تقية، بلا مراء. لا يفلح دين بهذا الشكل. إمام مخبأ، كيف نعرف الدين؟ قرآن لا يفهم، وليس عندنا المعصوم، والمعصوم مخبأ، لا نفهمه، لا نصل إلى نتيجة أبدا لو عشنا طول ألف سنة أخرى. الدين واضح وسهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ننصح إخواننا الشيعة المنصفين لا إلى أن يتجهوا لمذهب السنة، هذا صعب عليهم، ولكن إلى أن يتجهوا إلى التشيع الصادق. فنحن والله نشد أيديهم ومعهم، ونحب الوحدة، تبدأ الوحدة كما سمعنا قبل قليل مع أحد المداخلين، قال مع أبي بكر وعمر، أظن أخت امرأة قالت مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا أولا. طيب يا أخي، ثم دعونا يا أخي، نقطة أخيرة. نعم. الله عز وجل يقول كونوا عباد الله إخوانا، دعونا من هذا. المشكلة التاريخية بين الصحابة انتهت، غفر الله للمخطئ وعفى للمصيب. لماذا لا نتحد الآن على مناهج الإسلام على القرآن؟ ودعونا من المراجع ومن الكتب ومن حنسأل الإخوان إن شاء الله يجيبوك بعدين أستاذ عبد الله. نعم أخي، يجيبك الإخوان بعد قيوة الإخوان. طيب طيب، فيها قضية في الخمس مثلا، يقول إنه الخمس من الكفار، فهل الشيعة عند أصحابهم كفار عشان أقولهم أنهم أو تقية أيضا؟ ندعو الشيعة والسنة إلى مراجعة المراجع. حتى اللقاء المسجل عندك يا أخي، هل مسجل في حلقات عندك؟ الحلقات الماضية مسجلة؟ مسجلة نعم. ندعو الإخوة إلى أن يراجع الحلقات وينظروا أيهما أصدق. ندعو الشيعة والسنة ينظروا أي الفريقين أصدق في النقل وأصح في التعبير. كل مرة يفتتح عبد الحميد خطبة بلعن أعداء علي ومخالفيه، ونحن نلعن أعداء علي ومخالفيه. إي والله، والله ثم والله ثم والله، إنا لنحب عليا وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا يخرجها من أنفسنا إلا الموت، ولو خرجوا إلينا ولو وجدناهم ولو كنا في خلاف أيام علي ومعاوية رضي الله عنهم وهم إخوان، كنا مع علي إذا دخلنا. نحبهم إي والله من أعماق قلوبنا، ولكن لا نود أن نجعل بينه وبين إخوانا عداوة، كما ضربت لك المثل، إذا أبوك عمك تضارب تزيد النار حطب لا. طيب أخي، نعم يا أخي، أنا أشكرك على اتصالك، بارك الله فيك. لأن الوقت ذاك أخيرا، ندعو إلى الوحدة الإسلامية على ضوء الكتاب، ومن خلال الكتاب سيدلنا على السنة، وأسأل الله أن يكون الجميع يريدون الحق، ومن أراد الحق فليكثر من الدعاء، وخاصة في هذه الليالي المباركة يكثر من الدعاء يا أخي. يدعو الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم أهدنا المختلفين فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا تعصب، لا إخفاء حقائق، لا تأويل، نصوص مباشرة ميسرة يفهمها بلسان عربي مبين. أسأل الله يوفقك ويوفق المريدين الحق جميعا، ويجمع الأمة على الحق. أمين شباب الأمة جميعا على الحق، بارك الله فيك. الأخ الموسوي في طهران أو في قم، ما نقدرش ناخذ دقيقة دقيقتين قبل الفاصل؟ ألو، تفضل الأخ الموسوي. ألو، يا مرحبا. أيوة الأخ الموسوي. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحب بك. تفضل يا أخي. أنا أبو سمية المصورين الفهم. يا مرحب بك، شرفت، أهلا وسهلا. احنا اخين يا اخي موسى، ويبدو الخط بيننا وبين قم، يعني كان في ليالي كان واضح وصافي جدا، مش عارف ايش اللي حصل. هنجرب تاني بعد الفاصل، اذا حنستنى ناخذ الفاصل الاعلاني ونجرب تاني اذا الخط جمع معنا بشكل صافي يا اخي الكريم. اعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعه، ما زلنا مستمرين، حنفتح الان المجال بعد قليل الى المتناظرين هنا لنواصل الحوار بحريه بجراه وبصراحه وبعيدا عن مقص الرقابه. نعود اليكم بعد الفاصل باذن الله تعالى. دلوقتي او بعدين هتجرب ركبتي، ولما تجربها يبقى جبناك. ممكن نجيبك عشان الويفر الهش والمقرمشات الرائعه، ويمكن علشان الكراميل الناعم، او نجيبك علشان طعم الشوكولاته اللذيذه. المهم هنجيبك، وانت عارف هنجيبك يعني هنجيبك. روكسي، شوكولاته فاخره محشوه بالويفر والكراميل والمحمصات. للوصول بإعلاناتكم إلى ملايين المشاهدين في الوطن العربي والعالم، اتصلوا بقسم الإعلان في تلفزيون المستقلة على رقم الفاكس 0044-208-838-2989 أو على البريد الإلكتروني adverts@almustaqilla.com. دمشقيه نحب ان يكون ضيف، لانه جاء هذا نظيف معنا، نظيف من المشاهدين. حتى احنا عندنا واحد مش شغل ليله ضيف، مش شغلك، شغل المدير. لا انت قلت. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، 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 اهلا بكم الى الحوار الصريح بعد التراويح. اريد ان اعلمكم اعزائي المشاهدين اننا بعون الله تعالى سوف نبث الحلقة الأخيرة على الهواء مباشرة من هذه المناظرة يوم غد الأربعاء بإذن الله تعالى، على أمل توقعات أن العيد، عيد الفطر المبارك، جعله الله مباركا عليكم جميعا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يكون يوم الخميس أو يوم الجمعة في الفترة المتبقية من شهر ديسمبر. لا إذا قبل ما تقول هذا، لحظة بس، مبالغة غدوة، لحظة بس، لحظة بس، لحظة بس، لحظة بس، خلينا ساعة نحكي على موضوع مبالغة، هو موضوعكم أنتم المتناظرين، نحكي حاجة تهم التلفزيون بشكل عام. أقول في الفترة المقبلة بعد ما ننهي هذه الجولة الأولى
من جولات المناظرة بين الأخوة المتمسكين بالرؤية السنية والرؤية الشيعية. سوف ندير واستشارة واسعة، سوف نتصل بالهيئات العلمية على نطاق أوسع في المذهبين في الطرفين في أكثر من عاصمة عربية وإسلامية، وإن شاء الله تعالى نضرب لكم من الآن موعد مبدئي هو يوم 15 يناير من العام الميلادي المقبل بعون الله تعالى، اللي هو 15 يناير 2003، لنبدأ في صيغة غالبا حتكون صيغة منتظمة بمشاركة هيئات علمية حول برنامج أسبوعي، وإن شاء الله تعالى نعلمكم الآن. سجلوا عندكم بالله التاريخ يوم 15 يناير بعد ما نتأكد من هذا، في مباحثات مع هيئات علمية متخصصة من جعفرية إمامية وسنية من مختلف المذاهب أيضا السنية. وأنا أرحب باتصالاتكم بالإيميل تبعكم، رسائل البريد الإلكتروني، فاكسات، اقترحوا علينا كيف نكون الصيغة إن شاء الله لجعل هذه تحويل هذه المناظرة إلى منبر حوار هادئ عقلاني علمي يقرب بين المسلمين، يضيق مسافة الخلاف، يحصر نقاط الخلاف، يعود الناس على احترام حق الاختلاف أيضا المذهبي والطائفي. فإذا الفترة اللي هي من عيد الفطر المبارك إلى يوم 15 يناير هي فترة المشاورة. إن شاء الله نسمع كل الإخوان اللي يشاهدونا في قم والإخوة من آيات الله اللي اتصلوا بنا، احنا نرحب بكل مشورتهم باقتراحاتهم على الإيميل على الفاكس، سوف نتصل ببعضهم نحن أيضا مباشرة، بالإخوة اللي يكلمونا من الخليج من المغرب العربي اللي أرادوا أن تكون لهم أيضا كلمة، من مصر، من الأزهر، من الهيئات الإسلامية الحركية المتخصصة، من الأحزاب الحركية الإسلامية، من الجمعيات الجماعات العلمية المتخصصة. إذا من العيد إلى 15 يناير مشاورة واسعة، كيف نستفيد رغم سخونة المناظرة هذه إلى تطوير تقليد علمي جديد تقليدي في المناظرة بين المذاهب على الفضائيات. وأنا أرحب أيضا بمساهمة الإخوة الزيدية والإخوة الإباضية، وأنا متأسف للي أرسلوا فاكسات وقالوا لماذا استثنيتونا ولماذا دائما تقولوا شيعة وسنة ولا تعرفوا، كأنكم تجهلون أن الزيدية موجودين وكأنكم تجهلون أن الإباضية موجودين. إحنا كل المذاهب هي محل احترام، ابعثوا لنا اقتراحاتكم، مين العلماء الموثوقين في الطائفة لديكم حتى نتصل بهم، وإن شاء الله نواصل على خير وبركة وبينة وحجة ومنهاج قويم إن شاء الله نافع للناس ولكل الباحثين عن الحقيقة وكل المؤمنين بحق الاختلاف. الآن نرحب بكم مرة ثانية الضيوف الأعزاء، الشيخ عثمان الخميس، دكتور أبو المتصل بلوشي، الدكتور أبو الزهراء، دكتور عبد الحميد النجدي، والدكتور التجاني اسماوي. سؤال للأخ المخرج على الهواء مباشرة، أنت عندك مازال في خط ولا حصلت الخط على الأخ الموسوي؟ الله كريم، إذا نحن حاولين الأخ الموسوي الليلة كله حاليا معك في الخط ما قادرين، فاضل خطك أنت وخط ليك وخط للعبد الرحمن دمشقية، حاول معاكم الاثنين إن شاء الله تعالى. عبد الرحمن دمشقية خطه سهل لكن احنا كنا عايزين ناخذكم الاثنين مع بعض، نزيد نحاول شوية الأخ المخرج بعدين ناخذ الأخوين إن شاء الله حينما نجمعهم مع بعض. أما الآن فنعود للضيوف وأخيركم الآن بين أمرين، نعطيهم كل واحد 3 دقائق تعليق صغير على ما سمع وندخل في نواصل نقاشنا من امبارح، أو تأجلوا الردود على المسادة المشاهدين. لا بأس، لا بأس، ناخذ برأي الدكتور أبو الزهراء النجدي ونبدأ منك من طبعا. 3 دقائق احنا بعدين انت موضوع في صلب الموضوع، لكن الآن 3 دقائق لكل منكم تعليقات سريعة وردود على ما سمع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. بالنسبة للسؤال، الهدف من بحث هذه الموضوعات في الحقيقة في أول حلقة من هذه الحلقات قلت بأن الهدف إن كان تقريب قلوب المسلمين وخاصة بين السنة والشيعة، إن كان هذا هو الهدف، أن يعرف الشيعي كيف يفكر أخاه السني وما هي عقائده بدون تزوير وتضليل وتكذيب وما شاكل ذلك، وأن يعرف السني أيضا كيف يفكر أخاه الشيعي بدون تضليل وتكذيب وافتراء وإلى آخره. فإذا زالت هذه الحجب فعلا يكون التقارب فكري وروحي وعقلي وثقافي بصدق، أما مع التزوير والتكذيب فلا يصلح هذا. ومع الأسف الشديد
أن الأخوة هنا ما استشهدوا به من الأحاديث إما مكذوبة أو ضعيفة أو شاذة أو نادرة أو جيء بها لأجل أن يحتج بها كي يرد علماء الشيعة عليها، فهم يأخذون رأي الخصم أو حديث الخصم. أما ما هي صحاحنا ومصادرنا، فقد ذكرت مرارا أولا أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، والقرآن الكريم الله تعالى تكفل بحفظه ولا يحتاج إلى من يحفظه من الصحابة أو القراء أو غيرهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى هو الكفيل بحفظ هذا القرآن، والتواتر القرآن متواتر، التواتر حجته ذاتية وقطعية، يعني حتى لو نقل عن طريق كفار فهو متواتر كما تنقل كثير من الأحداث والبلدان والمدن. فالقرآن الكريم حجة على السنة وعلى الشيعة ولا يحتاج إلى الطرق التي يذكرها أهل السنة أو أهل الشيعة. وأما رواياتنا في أن هذا القرآن محفوظ هي روايات العرض على القرآن، حيث ورد عن أهل البيت عليهم السلام في أحاديث كثيرة متواترة مضمونها ما جاءكم عنا من الأحاديث ومن الروايات فاعرضوها على القرآن، وهذا دليل على أن القرآن لا يوجد فيه اختلاف ولا تحريف، وكل آية هي حجة على عدم تحريف القرآن بنص هذا الحديث المتواتر عن طريق العترة الطاهرة. لحظة فضل كم ثاني، لكن أنا أستاذ منك الأخ الموسوي جمع حفلة ثانية من طهران، فضل بعدين وأنا خايف على الخط بتاع إيران ده صعب جدا. الأخ الموسوي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله سيد. يا هلا مرحب بيك. أهلا بابن العم. يا هلا وسهلا بيك، شرفت يا أخي، مرحب بيك. الله يشرف مقامك إن شاء الله. شكرا. أنا فقط إذا تسمحون تعطوني من وقت البرنامج وأخذ كم أسرق كم دقيقة من وقت الدكتورين التيجاني وأبو الزهراء بارك الله فيهما، موافق. إذا تسمحون إن شاء الله. وافقوا خلاص، وافقوا تفضل. وأعطيك أنا وأعطيك أنا لحظة يا أخي، وأنا كمان أديك دقيقتين من وقتي أنا. بارك الله فيك. تفضل. السلام على شيعة أمير المؤمنين وشيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة مسألة تحريف القرآن، نحن نقول بأن القرآن غير محرف، وذلك باتباع الرسائل العملية الموجودة بين أيدي الناس في لفقهائنا الكرام. فإذا أراد شخص أن يعرف بأننا نقول بتحريف القرآن أم لا، يذهب إلى كتاب الصلاة من الرسائل العملية باب القراءة. فإذا قلنا بأن هناك آية أو سورة محرفة عند يمن عليهم أن يحتجوا علينا. أما إذا أتانا برواية من هنا أو رواية من هناك، هذا من جهل المقابل، لأنه لا يعرف أسلوب نفي الاستنباط. مبانينا هو يحاكم نصوصنا بناء على مبانيه، وهذا لا يقوله جاهل فضلا عن عالم.